بريكاردال كونكشن. يعني الكراينة من الحاجات اللي بيبقى فيها بريكاردال كونكشن. ممكن نكون واخدين رغم انت واخد سيركل كويسه جدا وعامل ايزوليشن لاين او ايزوليشن سيركل جيده جدا ومفيش اي جاب موجوده في اللاين، ورغم ذلك ممكن نفاجئ ان في بعض البوتنشال موجوده في الكراينة. فعشان كده هم كانوا بيعملوا الفكر اوف ايت ده علشان ما يبقاش في فكره البريكاردال كونكشن عن طريق الكراينة. يعني برضه نقطة في الحتة دي، برضه في الكرايو، كرايو ابليشن، في الكرايو ابليشن احنا بنعمل دبل هيت اوف كراينا. فيمكن النقطة دي ما نشوفهاش كتير، بنشوفها طبعا في بعض الأحيان بس مش كتير زي الار اف. لكن معظم عينين الار اف بعد ما نيكو ناخد جود ليجن اراوند البي في، لو جينا تاني نبص بالاوبتما او باللاسو او وات ايفر الماب اللي هنعملها، بنفاجئ ان في بعض الكونكشن لسه موجودة جوه كراينا، يعني ديستل تو ذا لاين، مش بروكس من اللاين، ديستل لللاين نفسه. في الكرايو ابليشن انا بعمل البالونه في السوبيريور فين مره فبعمل وان هيت اوف كراينا، وبعملها من الانفيريور فين مره فبعمل ادبل هيت اوف كراينا. فصعب يعني، غالبا الكراينا بت سكيلد في الـ يعني في الـ في الـ في الكرايو اكتر منها كار اف. دي بيبر على الهاي باور شورت ديوريشن، وقلنا طبعا ان هي فرق شاسع بين الهاي باور شورت ديوريشن كتايم، طبعا متوفر تايم وكافيكاسي. طبعا دي البلالين اللي هم اخترعوها، البالون تكنولوجيز بكل انواعها، سواء الهيليوس بتاعت البايوسنس او الكرايو ابليشن بالجنريشنز بتاعتها او اللي هي الان مارك اتسحبت حاليا والبي فاك. هو بس بالعلم يعني البي فاك حاليا دلوقتي اللي هي ده البي فاك، هو حاليا البي فاك دلوقتي نفس البلاتفورم ده هيبقى مع البي اف اي البلس فيلد ابليشن. يعني هم خدوا نفس الجنريتور بتاعه وهياخدوه في البلس فيلد ابليشن. الهيلوس ده انذر وان، وهو از وركينج ويل ناو في يوروب بس لسه ما خدش الاف دي ابروفل على ما اتذكر يعني، فبيجربوه في يوروب دلوقتي. الهاي انتنسي الترا ساوند يعني بقى لها فتره ما بقاش حد استخدمها، لا بعض الكوميونيكيشن ما بقاش حد استخدمها خالص. والهوت بالون ديت برضو ما انا ما شفتش حد استخدمها برضو. وفي طبعا اللي هي الليزر بالون السيل لحد دلوقتي في برضو بعض السنوات بتستخدمها، يعني اعتقد في ميلانو يعني. ده اللي هي ليزر بالون بالاندوسكوب، طبعا هي ميزتها الوحيده انت شايف جوه الهارت نفسه وشايف الليزر بتاعك وبينك. الهاي انتنسيتي قلنا فوكس ابليشن لها بعض الكوميونيكيشن اللي هي في هي مشكلتها في الـ في الـ في الكولاترال دامج. يعني مشكله اللي هي الهاي انتنسيتي فوكس الترا ساوند دي بتعمل كولاترال دامج كبير جدا، فبالتالي بدات معظم الناس معظم السنوات بتبعد عنها الريسيرش سنتر اكتر من هي مش مستخدمه خالص ككلينيكال كهاي فلو سنتر، لكن بتستخدم اكتر في الريسيرش سنتر. يعني هو بالون نفس الفكره، الاباما بالون برضو الجلوب، يعني كلها از تكنولوجيز وبالون. واخيرهم خالص البالس فيلد ابليشن انا حاطط لها سلايدز في الاخر، اللي هي طبعا هي اهم واحده دلوقتي او يمكن الكلام كله دلوقتي عليها. ناخد بقى النون بي نون بي في تريجر. احنا قلنا اهم حاجه في النون بي في تريجر ان برضو قبل ما نبدا النون بي في تريجر، في حد عايز يسال اي سؤال في اللي فات سواء في الافيكاسي في التيبس وتريكس بتاعت السيفتي؟ محاضرة عظيمة جدا يا دكتور أحمد، والله أنا استمتعت. أنا دكتور حاتم، طيب بس ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحاجة اللي ما كانتش واضحة لي يا أحمد اللي هي السيجمنتال أبليشن، يعني إزاي بتسيب بوينت ما بتعملش بوينت باي بوينت وفي الآخر يبقى ويل أيزوليتد؟ بص يا دكتور حاتم، يعني هي الفكره في السيجمنتال ان العيان ده يعني دي دايما بنشوف في اليونج بيشنت. يعني حتى لما جينا عملنا البيبر دي احنا عملناها دي كانت حتى اسم 23 كمان كان دكتور دماطي معانا فيها. ما كناش يعني في اليونج بيشنت ما بقاش عندهم كل الفايرنج على يعني على كل السيركل بتاعت البي في جاست بوينت، مش كل السيركل طبعا، مش لازم العيان كله يبقى جاست بوينت، بس ممكن ناخد مثلا سيركل كامله على الرايت سايد، سام بوينتس على الليفت سايد. فالمفروض ده ان هو اوريدي هو سايلنت، يعني هو البي في مش ساعات حضرتك بتخش الليفت اتريوم يقول لك الرايت فين ده سايلنت اصلا من الاول. فهي الفكره اللي احنا ما كناش سايلنت ما كناش بنكويه، يعني نلاقيه سايلنت ما بنكوش خالص. ده كان زمان قوي يا احمد، اول ما ابتدوا كانوا بيعملوا كده وبيخشوا باللاسو ده حقيقي فعلا. هو الفرق الوحيد دكتور حاتم ان احنا ما بنكويش على الاوستيوم، تمام؟ يعني بنكوي يعني في الاي تي ام تيش نفسه،
يعني طبعا زي ما حضرتك قلت بالظبط، فعلا كان زمان، انا زي ما قلت حضرتك ما لحقتش القصه دي، بس فعلا يعني كل العيانين كان بيجوا بالقصه دي، كانوا بيحطوا جاست لاسو ويكوي على البوينت اوف فايرنج فقط، هي نفس الفكره بالظبط، بس باخد البوينت اوف فايرنج دي على اللاين بره خالص الفين نفسه عشان ما اعملش بي في ستينوز والكلام ده. لكن السايلنت كنا بنسيبه سايلنت، يعني السايلنت فينز بنسيبها ما بنكويهاش خالص. شكرا يا احمد، شكرا. انتوا هيك اكمل، انا عارف انا عطلتكم بس هي محاضره طويله شويه. نان بي في تريجر، قلنا اهم حاجه في النان بي في تريجر بس ان احنا يعني العيان ده لازم يكون موقفين له الانتي اريزميك، ونان بي في تريجر دايما بندور فيه في عيانين اللي هم ما بعد الفيرست تايم، يعني عملنا بي جي اي اول مره فبخش تاني مره ببص على البي في لقيت ايزوليتد ويل، لكن العيان ده بيجي له لسه بروكسيمال اف، بس انا متاكد ان هو البي في بتاعته ايزوليتد، فابدا افكر في النون بي في تريجر. اشهرهم طبعا الاس بي سي، اشهرهم الابندج، اشهرهم الكريستا، اشهرهم اللي هي بقى الاناتوميكال او فيسيولوجيكال، الحاجات بتاعت فيسيولوجيكال ري انتري زي الازمس فلاتر يعني او الازمس رايت ازمس. فاول حاجه ما يكونش فيه انتي اريزميك دراج بيفور البروسيجر. الحاجه الثانيه زي ما قلنا انا قلتها سريعا واحنا بنشرح، ان انا بحط 3 اساطر، واحده في الرايت سايد رايت اتريوم، واثنين واحده في الليفت بي في وواحده في الرايت بي في، وادي ايزوبرينالين انفيوجن واشوف اول اكتوبي هتنديوس الاتريال البروسيجر. يعني لو ما جاتش لوحديها فانا ممكن اعمل اتريال بيسنج، بيرس الاتريال بيسنج واشوف الوقف، فاشوف اول بي اي سيز هتبدا الانديوس الاي اف، وبالتالي اقدر احدد النان بي في تريجر. يعني في معظم الاحيان نقدر نحددها. يعني يعني دونت فورجيت طبعا ان دونت انتربت الانتريزمك دراج، قلنا مش هوقفها الا فقط لو بدور على البي في تريجر زي ما قلنا. ده في النون برموني في البي في اللي ازاي اقدر احدد الاكتوب انيشيشن عن طريق رايت اتريوم مونيس انترفال، يعني طريقه معينه بقدر احدد بيها ان النون بي في تريجر طالع مين بالظبط. برضه ليها بعض الكريتيريا زي ما قلنا ان هي يعني موست فريكوينت جاي من كريست منيلس الاس بي سي، يعني هي الاكتر اللي هي الحاجات الانزنس بتاعت الايتال تاكيكارديا بالظبط لو خدناها بترتيب في الادلت. يعني دي وان اوف ميثود، يعني ممكن نشوفها ان انا اديت ايتال بيسنج وبعد كده وقفت مره واحده فقدرت اشوف الانيشيتنج بتاعي اللي بدا الاي اف جاي منين بالظبط، وهو طبعا المفروض مثلا الابليشن هو محدد الابليشن محطوطها فين، مثلا حاططها في الابندج، دي حاططها في الاس ام سي، دي حاططها في رايت فين، يعني بحط اساطير في كذا مكان واقدر احدد هي جاي منين بالظبط. شايفين ان هم الاثنين اللي بداوا الاي اف الجانجليا اوريدي، احنا يعني في وان اوف بروجكت يعني شغالين بيبر، ما اعرفش رانا معانا النهارده ولا لا في الزوم، بس يعني شي از وركينج اون ستادي بتاعت الجانجل بلكسس اللي احنا بنعمل جانجل ماب. الجانجل ماب سريعا بنعملها بطريقتين، يا اما عن طريق البيسنج في اماكن الجانجل المشهوره اللي هي عند الليفت سوبر مون فين، عند الانفيريور رايت اللي هي في الاي في سي ناحيه الاي في سي او ناحيه الكريست ترمناليس، بعمل رابيد بيسنج في الاماكن دي لحد ما اشوف الفيجا ريسبونس يعني بيحصل. وطبعا في ناس وهي بتكوي بيحصل بريديكارديا، فبنقول احنا كمان ناحيه الجانجليا احنا بنحاول نعملها بس بجاست بيسنج، يعني بحيث نقدر نحدد اماكن الجانجليا فين، وبنحاول ناخد الجانجليا احنا ما بنكويهاش يعني متعمدين، بس بناخد السيركل بتاعتنا اراوند المنطقه دي الليفت سايد في الليفت اتريوم، ما حاولناش نكو خالص ناحيه الرايت اتريوم. احنا بنحاول نعمل يعني بروجكت الدكتور رنا معانا فيه في الوحده شغاله عليه، شغاله فقط على الليفت اتريوم جانجل مابنج ابليشن. يعني الطريقه الثانيه ان ممكن بنفس البروتوكول اللي بيشتغل فيه زمان بتاع الكارتو او بتاع الانسايت، هو نفس البروتوكول نفسه بيقدر يحدد مكان الجانجل، لان يعني هي بتبقى فراكشنيتد سيجنال واراوند الفين، فبنشوف فين فراكشنيتد سيجنال اراوند الفين وغالبا بتبقى دي الجانجليا، فبنقدر تاجت ونقدر ناخد اللاين لو هي تقدر تخش جوه اللاين بتاعنا ناخده اثناء الابليشن. وفي دلوقتي يعني يمكن من الحاجات برضه ما حضرت المحاضره، يمكن كانت الحاجات دي قديمه شويه، بس زي ما الدكتور حاتم كده قال من شويه ان في حاجات كتير جدا قديمه كان يعني اساتذتنا بيعملوها زمان
لكن بدات ري ايمرج تاني، يعني بدات تاني تظهر تاني، ان هي ممكن تكون وان اوف لاين اوف ثيرابي لبعض العينين، بس كله بريزيستنت. يعني زي ما قلنا فيرست بروسيجر جاست بي في اي، الا لو الفولتج مان مطلع فيه نون هيلث سكار. ده الالكتروجرام جايدد اتريال ابليشن، اللي هو زي ما قلنا اللي هو الكافيه وال يعني بص بصراحة يعني أنا شايف إن دي كلها لو جينا بصينا على التعريف كلها تقريبا هي نفس الكافيه بتاع زمان، بس كل تيم بيطلع يعمل ستادي بيسميها اسم جديد. فهم سموها مرة كافيه، سموها مرة التمبرال اكتيفيشن جريدينت، سموها مرة فريكونسي جريدينت، سموها سنتريفيوجال اكتيفيشن، حاليا دلوقتي مسمينها المذر روتور والدوتر روتورز، بس كلها نفس الفكرة ان هي ابنورمال اكتيفيشن. وفي معلش اسف، في برضو انذر وان بيبر جديده لسه شغالين عليها، شغالين عليها بسيستم اعتقد بتاع الانسايت وسيستم الريزميا، حاجه اسمها السلو باسويز. ايه السلو باسويز دي؟ ان ليفت اتريم زي ما قلنا من شويه ان في البوزيسنت اف اللي احنا بنعمل فولتج ماب لو انها هيلثي ما بنكويش حاجه ثانيه غير بي في، هي نفس الفكره بس هم بيعملوها بالفيلوستي. يعني هو بيقدر يقيس الفيلوستي في الايتل تيشو، يعني مش جاست سكار هيلث سكار ولا نون هيلث سكار، لا هو بيقدر يشوف اثناء الساينس عادي خالص، يشوف السلوينج باث ويز باث ويز كده فيري سلو. الفيري سلو باث واي دي هم يعني لقوا ان العينين دول بعد كده بيديفلوب في نفس السلو باث ويز دي بيديفلوب سكار. يعني دي حاجه يعني نقدر نقول تيشو كاركترايزيشن، حاجه كده فيري ايرلي بيقدر يشوفها فعلا بالريزميا، الفيلوسيتي بتقل في الاماكن دي، وبالتالي ده دليل ان بدل يحصل الكتريكال سبستريت. يعني دايما عارفين في الكتريكال سبستريت وفي ستراكشر، السكار ده ستراكشر، الالكتريكال سبستريت يعني بدايات الشانلوبسيس في الحته دي، مش الروبسي اللي هو الكونجنتال، لا بدايه ان الشانلز في المنطقه دي بدل يحصل فيها مشكله، وبالتالي كوندكشن في الحته دي بدل يحصل فيها مشكله، فديت از الكتريكال سبستريت بعد كده هتعمل سكار في الحته دي، وبعد كده تبقى منتين الاي اف او بريزيستنت اف. بس انا برضو يمكن في احاول احطها ان شاء الله. فهي القصه دي ممكن برضو نفس الفكره بتاعت يمكن اكثر تطورا شويه، وما استناش لما يحصل كافيه اللي هي فراكشنيتد سيجنال، لا هو قبل الفراكشنيتد سيجنال بكتير جدا قدر يحدد الاماكن اللي هي بوتنشال بعد كده تبقى سكار. طبعا كان ده كله اندر ترايلز ولسه هنشوف هيطلعوا لنا بيه في الاخر. يعني دي طبعا اللي هي الكافيه، وهي نفس الفكره بصراحه، الكافيه هي نفس فكره المذر روتور والكلام ده، بس الفرق في المذر روتور او التمبرال اكتيفيتي ان هو بدل ما ياخد مثلا، يعني رجعنا تاني بدل ما ياخد كل البوينتس دي في الليفت اتريوم، لا هو بيشوف مثلا بوينتس دي كده بيلاقيها ويز كرايتيريا معينه، الكرايتيريا دي تخليها دي البروميننت اكتيفيتي، وكل اللي حواليها ده جاست ادجاسنت، يعني كلها نتيجه المذر روتور اللي هي كبيره دي، دي التمبرال اكتيفيتي الحقيقيه، التمبرال يعني بتلف حوالين نفسها، فبيجي يكون جاست 1 بوينت هنا، فكل اللي حواليها ده فانشت، يعني كل اللي حواليها ده فانشت. ودي محتاجه فعلا محاضره ثانيه كبيره جدا نتكلم فيها، ودي اتعمل عليها ترايلز كتيره جدا المذر روتور. يعني طبعا ديت اللي هي فراكشنيت سيجنال وليها كريتيريا معينه اللي هي من 70 ل 120 فراكشنيشن عشان يقدر يحضر بها ماذر بورد روترز. فكافي از وان اوف ادينج ميثود فور بي في، انذر وان اللينير ابليشن سواء البوكس ابليشن او ناخد سي تي اي او ناخد، بس زي ما قلنا كلها كلاس 2 بي في حتى في البرزيستنت كلها جاست ادينج، ممكن في سكند بروسيجر نوت فيرست بروسيجر. ده الروف لاين، وازاي بنعمل الروف لاين؟ فاحنا عندنا طريقتين بصراحه للروف لاين، مش هخش في داتا كلينيكال قوي، بس في طريقتين، يا اما بتخلي الاستاره جاست انكور ناحيه الليفت سويرو فين وجاست بتعمل فليكشن ناحيه الرايت، او العكس يعني بتبقى عند الرايت وتفرد الاستاره بتاعتك حسب الاسهل يعني. بس اهم حاجه في اللاينز يا جماعه بصراحه هي الاسسمنت اوف بلوك، لان دي اسوأ، ده الكابوس الحقيقي اللي احنا بنشوفه، ويمكن برضو يعني في الميدل ايست عامه مش في مصر بس، ما قصه البريزستنت اف عندنا مش كتير قوي، ما بنكويش بريزستنت اف كتير، وما بنكويش عيان 3 و4 مرات، احنا ممكن مره اتنين والعيان نفسه بيزهق وما بيرضاش يكون ثالثه ورابعه. فاحنا ما بنشوفش كتير القصص بتاعت الفلاتر، الاتيبكال فلاتر اللي هي لاين ديبندنت
نشوف بقى فلاتر مايتر از بس فلاتر نشوفها طبعا بس قليل مش كتير قوي، غير طبعا بره يمكن الويست الحاجه دي عندهم كتيره جدا، فدي اكتر حاجه بتبقى موجوده بصراحه اللي هي اللاين ديبندنت فلاتر، نتيجه جاب موجوده في اللاين بتاعي، فلازم اللاين ده بالذات ده عامله زي اللي اسمه فلاتر بالظبط، اللي هو باخد لاين لازم اسسمنت اللاين ده، يا اما اسسمنت لاين من انتيريور يعني في بالنسبه للروف يعني باسسمنت بيكون عن طريق الانتيريور وول واشوف الكوندكشن على البوستير وول او العكس، اعمل بيسنج من هنا واشوف الكوندكشن هنا هيلف من تحت لفوق ولا هيعمل لي جاب ويعدي من هنا. طبعا في الايرا بتاعت ال 3 دي مابنج ممكن ناخدها جاست بال 3 دي اللي هي الهاي دنسيتي ماب ونقدر نشوف الحته دي سكارد ولا لا يعني، بس يعني اسس از يو كان، لان فعلا دي لو فيها جاب ده بنسبه كبيره جدا هيجي له فلاتر ديبندنت لاين. مات از مثلا طبعا من الحاجات اللي هي يعني جحيميه شويه وليها طرق كتيره جدا ومن الحاجات الصعبه جدا، السبب في ايه؟ ان الروف فيري ثين والروف يعني الليجن بتاعته بتبقى حاجه بيرمننت غالبا في الازمس، يعني حتى كان في بيبر جميله جدا على الازمس ان ماتر ازمس بالتحديد ان هم عملوا سي تي للليفت اتريوم وقدروا يحددوا الازمس سيكنس قد ايه بالظبط، ونفس العينين دول دخلوهم القسطره وشافوا المسافه ما بين الكروني ساينس وما بين اللي هو الابيكارديال بارت والقسطره الموجوده على الازمس انسايد الاندوكارديال بارت وقارنوا الاثنين ببعض، بس كان بالريزميا سيستم برضه بوستون يعني. طبعا كان النتائج كانت كومباربل تقريبا يعني كانت قريبه جدا من بعضها، بس اكتشفوا كل ما سيكنس زاد وده طبيعي او لوجيك كل ما كان الريكارنس زاد، لان السيكنس زاد يعني المصل زادت وبالتالي الليجن ممكن ما تقدرش تقطع او تقدر توقف السيركل. تاني حاجه ان الازمس جنبيه الكورن ساينس اللي هو ايبيكارديال بارت، فانت حتى لو قفلتها اندوكارديال ممكن يعدي ايبيكارديال، ف 50% 50% رقم كبير جدا يعني، معظم عيانين المايتر ازمس فلاتر بنضطر نكويهم تاني كورن ساينس ايبيكارديال بارت، يعني نكوي اندوكارديال وايبيكارديال. الاندوكارديال بقى كلام كتير جدا، ناخد اول حاجه اللاين اللي هو بتاع الازمس اللي احنا عارفينه اللي هو من ليفت انفيريور على الازمس نفسه من ناحيه كورن ساينس يعني، ده لاين ممكن تاخد لاين تاني اللي هو بوستيرو لاين تاخده من سواء من الروف، وطبعا عشان تاخده من الروف لازم يبقى اصلا واخد لاين هنا او تاخده من السيركل يعني لازم لاين بتوين تو سيركل يعني، يعني تاخده من السيركل دي او من السيركل دي او انتيريور انتيريور لاين وده برضه لازم تاخده عن طريق الروف. زي ما قلنا اساس الاساس كوندكشن بلوك مهم جدا، دي اهم حاجه. طبعا بالنسبه للميتر ازمس احنا قلنا الروف ازاي بنأسس، بالنسبه للميتر ازمس بتعمل بيسنج من هاير للميتر ازمس يعني ده ميتر ازمس بتعمله هنا هاير شويه ممكن مور بوستيريور، وتشوف الكوندكشن هيجي ازاي عن طريق الباكمان اريا يعني بيلف في الليفت اتريوم وينزل تحت يعني الكوندكشن بتاع الكورن ساينس بروكسمال دو ديستال وليس ديستال بروكسمال. ليه؟ عشان انت خدت لاين هنا. يمكن برضو مش وقتها بس نقولها يعني في بعض الأحيان ممكن يبقى الـ accessory pathway left side accessory pathway ساعات بنشوف الفينومينا دي، إن ممكن بنكوي في مكان تحت شوية الـ accessory فبنعمل نفس الـ conduction اللي بيلف ده ونشوف العيان جاي أو في نفس الوقت نشوف الـ conduction على proximate vessel ونتخيل إن هو another accessory هو نفس الـ accessory بس أنت عملت له اسمس بلوك. يمكن في الـ young patient أكتر او في البيدياتريك علشان الازمه زي صغير جدا والماس بتاعته قليله جدا فسهل نعمل فيه ازمه بلوك بجاست 1 او 2 بوينت يعني. الاذر لاين زي ما قلنا في الانتيريور ليفت ايتر لاين وقلنا الانفيريور مايتر انيلر لاين اللي هو ده، وفي السيبتا لاين من رايت انفيريور برمون فين او الليفت انتيريور بياخده من فوق خالص كده من عند الروف وبتنزل بتحت، دي كلها لاين علشان المايتر ازمس او الجحيم اللي احنا بنواجهه في المايتر ازمس. البوكس ابليشن طبعا من ايه ما ناخد يعني يمكن ده كان قديم شويه في 2008 لكن النيو النيو يعني النيو كلينيكال يعني براكتس يعني بياخدوا بعد ما ياخد زي دي كده بالظبط بعد ما ياخد البالموني فينز رايت وليفت فهو جاست بياخد يعني انفيريور لاين وياخد فيها روف لاين يعني يمكن ده افضل شويه لان ده هنا هيبقى لاين كبير جدا فممكن لو في اي جاب هيرجع تاني الكوندكشن.
كان عندنا بصراحة دي بيبر كان معمولة من ربنا يكرمه بتوع عين شمس، الدكتور ميرفت أبو معاطي، وكان الدكتور أحمد نبيل ودكتور مازن ودكتور رانيا سمير، ويعني كانت بيبر جميلة جدا مع دكتور مجدي السبع، وكان أحمد بطران كان هو اللي عاملها. كانت معمولة على البوكس أبليشن في العينين، وكانت يعني بصراحة النتائج بتاعتها كانت كويسة جدا. وفعلا في فترة اللي هي بتاعت من 2017 تقريبا يمكن ل 2022 لحد قريب 5 سنين، كان قصه البوكس ايزوليشن كانت بدات فعلا ادوبتد جدا في معظم السنترز، وكانت عامله نتائج كويسه جدا بصراحه. بس يمكن بس انا برضو ما ذكرتهاش، البوكس ابليشن حاليا دلوقتي بدا تاني داون جريد. ايه السبب؟ يعني انا يعني كابالا ستادي، حاجه اسمها كابالا ستادي لسه معمولة برضو، يمكن النتائج بتاعتها لسه طالعة قريب شهور يعني لسه قريب، طلعت ان ما فرقتش، ان البوكس ابليشن ما فرقش خالص عن بي في اي، بس اعتراضي عليها زي ما قلنا ان البوكس ابليشن هنعملها في عيان اوريدي عنده نون هيلثي سكار، يعني هو عنده نون هيلثي تيشو موجود في البوستيريور وول، فانا ساعتها هعملها. لكن كبالة هي عملت لكله، عملت للعيان اللي هو ايرلي ريزيستنت وحطت فيه لونج ريزيستنت وحطت فيه هيلث سكار ونون هيلث سكار، فطبعا النتائج ما طلعتش مظبوطة يعني. لكن انا لحد دلوقتي بصراحه عندنا لا، البريزستنت اف لو في نون هيلث سكار على البوستيريور وول از ابليشن بصراحه. طبعا الاذر سايتس اللي ممكن ناخدها كلاينز، احنا لسه بنتكلم في اللاين سي تي اي بتوين اس في سي اللي هو الانترا كيفل، اللي هو سي تي اي يعني اللاين كله من فوق لتحت، الكون ساينس اوس من الاماكن ممكن يكون فيها لجمه في مارشال برضو، لو في في مره ممكن نتكلم على الاتيبيكال سايتس اوف ابليشن بسبب الايثانول او انجكشن يعني او الكحول انجكشن، بس صعب دي لازم الكحول انجكشن او نيكوي اندوكارديال، يعني الكحول انجكشن ممكن في لجنه في مارشال نفسه ابيكارديال او نيكوي اندوكارديال، ناخد لاين كده جنب الـ جنب الابندج الرايت سايد اوف ابندج او الرايت بار بيزل بارت اوف ابندج لحد تحت خالص لحد الميترال، ده هو مكان اللجنه في مارشال بالظبط. الليفت اتم ايزوليشن يعني مش محبوبه، لان وانس ان عملناها لازم نحط فيه واتشمان، يعني لازم واتشمان طبعا او اميلوت يعني مش باي نيم يعني، بس المقصود ان الليفت اتم ايزوليشن لو حصل لها ايزوليشن بتفقد الكونتراكشن بتاعها، وبالتالي فيري هاي انستنس ان يحصل فيه ثرومبس بعد كده، فدايما ما نلجاش الليفت اتم ابندد ابليشن الا في عيان اوريدي شاد سكور بتاعه فوق الاثنين اثنين او اباف يعني، فالعيان ده كده كده ماشي على انتي كواجريشن فمش هيبقى فيه مشكله، او يكون عيان انا ناوي اعمل له سيرجيكال كلوجر، هي طبعا بتعمل سيرجيكال او بتتعمل عن طريق يعني اللي هو واتشمان والاميلوت عن طريق القسطره، او عن طريق اللي هي مينيمال ثيراكوسكوب ويخش يعمل لها ليجيشن من بره، فلازم الثلاثه اوبشن دول يكونوا موجودين ككونفيدر كبلان فيردر بلان للعيانين اللي هعمل لهم ليفت اتريم ايزوليشن. تشاز اف ده يعني من الحاجات اللي هي يعني ما فرقتش كتير قوي لعينين البي في اي بلس اللينير ليجن، يعني طبعا التشيز اف من الحاجات يمكن حديثه شويه، بس يعني قلنا كتلت بحثا بالستار اف والكبالة ويعني وكذا استاد كبيره جدا اشتغلت على قصه البي في اي ولا بي في مع لينير ليجن، ولقيت ما فيش فرق بصراحه. بالنسبه للجايد لاين زي ما قلنا ان هي اوريدي هي ادوبت جاست بي في اي في الفيرس بروسيجر، لازم طبعا نشوف الانترنس بلوك وده كلاس 1. بالنسبه للاكزيت بلوك او البيسنج على ايزوليشن لاين، يعني الاكزيت بلوك طبعا قلنا دي مهمتها ان لو انا مش متاكد من الانترنس يعني اكزيت بلوك ده مش هلجا له بصراحه، يعني احنا في الوحده في القصر العيني اوريدي بنعملها، يعني احنا بنعمل الاثنين بصراحه لازم نعمل الاثنين، بس هي الثيوريتيكالي هي موجوده لو الانترنس مش قادر احققه، يعني انا مش قادر اتاكد ان الانترنس بلوك حصل عن طريق يا اما بي في كونكشن بكارديال كونكشن، او عن طريق ان انا جاي في بوتنشال جاي من ادجستمنت ستراكشر، فاجي عن مكان البوتنشال ده واعمل منه بيسنج، لو البيسنج ده ايزوليتد انسايد البي في فاوريدي ده مش بي في مش جاب حقيقيه يعني. البيسنج طبعا من الحاجات اللي ممكن اسسمنت اللاين بتاعي عباره ايه، دي حاجات من الشغل بتاعنا برضو من الانترنس بلوك عشان نعرف فرق الانترنس بلوك ازاي، ده عيان بعمل بيسنج من كورن ساينس وده قبل الابليشن، يعني انا عندي كل البيسنج بيسنج ثم اتريوم بوتنشال وبعد كده يخش البرموني فين بوتنشال،
طبعا ممكن طبعا القصه يعني لو خلينا مور ديب شويه، ممكن تيكو جاست الايرلست، يعني هما بيخش عن طريق الايرلست وبعد كده يلف حوالين البرموني فين. يعني ده نفس العيان بس بعد ما خدنا اللاين، بعد ما خدنا اللاين ممكن نشوف حاجتين. اول حاجه ان في كورن ساينس انتر تيشو وما بيخشش خالص جوه اللاسيو، تسميه سايلنت برموني فين خلاص. او ممكن تشوف بوتنشال، يعني مش معنى شفنا بوتنشال يبقى اوريدي انترنس كوندكشن، لا بس يكون البوتنشال ده مش معتمد على البيسنج بتاعي، يعني نون ديبندنت على اور بيسنج، فبيسموه حتى اي في بلوك، يعني اي تيو فينس بلوك. اي في بلوك ده اللي هو البوتنشال الموجود في البرموني فين ملوش علاقه بالاي تي ام خالص. ده برضو من اول ورك بتاعنا على الاي في بلوك. ده كويس انا جبته، ان عندي البوتنشال ملهوش علاقه خالص بالاي تي ام. طبعا لازم نستنى ويتنج تايم طبعا، يعني يفضل ان هم يكونوا 20 دقيقه 20 30 دقيقه بصراحه، ويفضل برضو ندي ادينوزين. الادينوزين تيست هو المكتوب برضو كلاس 2 بي، يعني ما كانش واخد برضو هاي، بس في بعض الاحيان بنستخدمه، يعني دي برضو وان اوف اور بيشنت عملنا له ادينوزين تيست. الادينوزين الفكره في الادينوزين بصراحه ان هو مش جاست ان هو بيوريني الكوندكشن جاب، هو الادينوزين ليه كريتيريا تانية ان هو ممكن يعمل يعني بيراجع تاني ريبولاريزيشن، يعني ريبولاريزيشن افكت، فالعيان اللي هو ممكن يكون نتيجه اديمه فممكن يرجع فيه كوندكشن، دي فكره الادينوزين. يعني الحاجه التانية طبعا ان احنا نمشي بالابليشن على ايزوليشن لاين، وانا بعمل ابليشن في نفس الوقت، فاللي بيحصل ان في يعني بيسنج ويز اوت كابتشرنج على ايزوليشن لاين، وبالتالي لو خدنا ركزنا شويه هنلاقي ان في يعني اللاين يعني السبايك تو بوتنشال بيزيد، يعني ما اعتقدش ده وهم او ممكن يكون وهم مين مش عارف، بس هو بيزيد وبعد كده فصل خالص، وبعد كده هنا بقى في بلوك ده اسمه الاي في بلوك، اتيو فينس بلوك. ده الاكزيت بلوك، دي من رساله دكتوره ميرفت برضو واحمد بطران، دكتور رانيا سمير، دكتور احمد نبيل، دكتور مازن عشان ما انساش حد، ودكتور مجد السبعه طبعا، ان ده اكزيت بلوك. يعني ايه اكزيت بلوك؟ يعني باجي على البوتنشال اللي انا شاكك فيه واعمل منه بيسنج، طبعا باخد كل اللاسو اراوند البي في سيركل والاقي ان في ديسوشيشن بتوين، بس في هنا نقطه لازم اتاكد ان البوتنشال ده از كابتشرينج بي في بوتنشال، يعني لازم اتاكد ان في بوتنشال انا كابتشرنج ات. لو بوتنشال ده انا كابتشرنج ات ونوت كابتشرنج ال ايه بره، يبقى ده اكيد اكزيت بلوك. ده الانتر بيمون فين ايكو، ده برضه وان اوف اور ورك. يعني في حاجه اسمها انتر بيمون فين ايكو، ايه الانتر بيمون فين ايكو ده؟ يعني يعني انا عندي في زي الايكو بالظبط بتاع السكوبس سبراي، يعني عندي 1 بي في ايكو 1 بي في بوتنشال لفت جوه البرموني فين، يعني دي جوه البرموني فين لفت جوه خلاص وراحت يعني طلعت بقيت الكابتشرنج. يعني هي بقى لو لفت نفس الجديد ده لو لف ونوت كابتشرنج، يعني هي دخلت جوه ومش كابتشرنج حاجه خالص، يعني مثلا ده از كوندكشن، ليه؟ دي دخلت جوه البي في لفت راح طلع لي بايه؟ بكابشرنج، وفي نفس الوقت جت واحده تانيه وكابشرنج، واحده تانيه وكابشرنج، فالبي في ده معناه ان في اكزيت كوندكشن انا جاي من جوه. طيب زي ما قلنا اللي هي قصه الاكزيت استخدمناها عشان حاجتين، عشان البي في بيكارديو كوندكشن وعلشان الفار فيلد. بس يا احمد اللي فاتت يمكن يهيأ لي ديسوشيتد، يعني هي بتلف جوه الفين بس ما بتطلعش بره. بص يا دكتور حاتم، يعني هي دي لفت جوه كويس، بس دي عملت كوندكشن بعد كده، يعني دي طلعت بره وعملت كوندكشن، وحتى نفس المسافه. يعني شوف حضرتك يا دكتور حاتم، يعني البي في دي البوتنشال 176 ادتني 1 بيت اوف اتريوم، يعني كابتشر من الاتريوم بره بمسافه 176 مللي سكند، ونفس الكلام هنا برضو 176 مللي سكند، فغالبا دي كوندكتد. يعني هي نفس المسافه بتروح حياتي، يعني هي نفس المسافه بالظبط بتاعه ال يعني ديبندنت عليها، يعني الساينس بيت دي ديبندنت عليها. يعني هنا حضرتك شوف مثلا دي ساينس بيت،
كابشن يعني، بس ما كانش فيها بي في قبليها. البي في دي جت بدري يعني. شوف استاذ حاتم هنا البي في دي يعني ده مش نفس المسافه بتاعت الباقي يعني، كانها بي سيس بالظبط. واضح يا دكتور حاتم؟ شايفينها يا دكتور أحمد؟ واضحة واضحة يا دكتور أحمد، احنا شايفينها كويس، مش واضحة؟ واضحة واضحة، احنا شايفينها اوكي كويس خالص يا دكتور. يعني، بس بستلم دكتور حاتم. اقلب يا دكتور حاتم واخش على السؤال بعديها. اوكي تمام. زي ما قلنا الاكزيت بلوك بنستخدمه علشان فار فيلد. فالفار فيلد ده زي ما قلنا في الليفت اتريوم ابندج، اسف في الليفت سوبر يعني في الليفت فينز غالبا جاي من الليفت اتريوم ابندج، والرايت فين غالبا جايه من الاس في سي اللي هي الساينس نود يعني. فمن ضمن الحاجات اللي ممكن نعملها ان انا نعمل بيسنج من الاستراكشر اللي انا شاكك فيه. يعني ايه؟ يعني مثلا ده اول واحده، اول واحده دي ده البوتنشال اللي عندي، انا بعمل بيسنج من كورن ساينس خلاص، والسبايك تو بيس شايفين قد ايه المسافه. فانا مش عارف ده طبعا سيركلر ماب يعني، دي سيركلر ماب وبعمل بيسنج من كورن ساينس، والبيسنج عامل لي بوتنشال على السيركلر ماب. هل البوتنشال ده جاي من الفعلا من الفين يعني، دلوقتي عندي فيه انترنس كوندكشن ولا لا؟ بصراحه في الحاله دي، الحالة دي يعني جننتنا بصراحة. أنا نعمل ايزوليشن لاين ونتأكد وكل اللاينز مقفولة. طب ازاي ان في كل اللاينز مقفولة وفي نفس الوقت انا ستيل بعمل بيسنج يبقى في عندي انترانس كوندكشن؟ فاحنا شكينا في الادجنسنت ستراكشر. الادجنسنت ستراكشر حطينا ايه بقى؟ حطينا عملنا بيسنج اسف من الاس في سي، دي كانت من الرايت سايد، عملنا بيسنج من الاس في سي. الاس في سي البيسنج تو بوتنشال اقرب، فبالتالي ده الادجسنت ستراكشر يعني نفس البوتنشال الموجود على السيركل ماب زي ما هي، بس عملت بيستنج من مكان تاني مش من كورن ساينس يعني. كورن ساينس هي مش بقى ما بيستنج خالص، عملت بيستنج من الابليشن. لما عملت بيستنج من الابليشن فانا مور كابتشرنج لللاسو، وبالتالي فده ده جاي من الادجسنت ستراكشر فار فيلد يعني، او الكروس توك بنسميه فار فيلد او كروس توك او ادجسنت ستراكشر بوتنشال. دي واحده من الطرق اللي نقدر نحدد بيها. لو انت في الليفت سايد فين حط القسطره في الابندج واعمل منها بيسنج وشوف السبايك بوتنشال قد ايه يعني، اقرب ولا ابعد. ونفس الكلام بالنسبه للاس في سي في الرايت رايت فينز. طبعا ده البي في ايزوليشن زي ما قلنا ان الواخده كلاس 1 الكتريكال ايزوليشن طبعا مهم جدا في البي في اي از فيرست. يعني بنراجع تاني اللي فات كله، مستني 20 دقيقه ده كلاس 2 ايه. الادوزين زي ما قلنا من ادوزين كلاس 2 بي، البيس كابتشرنج اللي هو على الايزوليشن لاين كلاس 2 بي، الاكس بلوك كلاس بي، لكن اهم حاجه عندي هو الانترنس كوندكشن. هو نعتبر خلصنا، بس انا هقول بس حاجه سريعه اللي بالنسبه للكومبليكيشن سريعا في الاي اف. طبعا اشهرهم لو هنتكلم على الاتروسيوال فيستولا، ده اقلهم على فكره الاتروسيوال فيستولا، السريبرال امبوليزم ممكن يحصل. اير امبوليزم اكتر حاجه بصراحه شفتها منها كاستروك عاديه. البليدنج طبعا، الجروين بالذات بليدنج جروين، البرفريشن بنشوفه برضو ساعات، التامبونات يعني، دي كلها حاجات ممكن تكون كومبليكيشن ناخد بالنا منها. بلس بس انا قلت خليها في الاخر، البلس فيلد ابليشن يعني دي از خلاص يعني، كل الشركات دلوقتي مترونيك بايوسنس بوستون كلهم ادوبتد النيو تكنولوجي او النيو ده سورس اوف باور يعني. ده البلس فيلد ابليشن يمكن من الحاجات التغيرات الجديده اللي هي مش غير تكنولوجي اوف ابليشن، هو غير تكنولوجي اوف باور يعني، ما بقتش الباور ار اف، بقت الباور اللي هو البلس فيلد ابليشن. ده المفروض بيدي الكتريك ستيمولاي في وقت معين، فبيقدر يقفل الشانلز نفسها المسؤوله عن الكوندكشن. المزايا اللي بيقولوا عليها ان هي ما فيهوش كولاترال دامج يعني، يمكن هم واخدين حاجه بس دي كانت انا لاب واخدين الفرق بين الاثنين. اولا هنا فهو جاست مركز فقط على الحته اللي هو كواها، الادجستنت ستراكشر تقريبا نورمال. هنا لا، بياخد وايد ليجن اكتر وفي ادجستنت ستراكشر او كولاترال دامج اللي الستراكشر مهمه جنبيها. هو نفس فكره البالونه تقريبا،
هما كلهم يعني يمكن يعني يمكن الحاجه اللي هتبقى لاونشد قريب اللي هي الفارا بالز اللي هي بتاعت بوسطن، لكن الكترونيك عندها بلاتفورم وبايو سينس عندها بلاتفورم، مش مذكر الاسماء بصراحه. يمكن مترونيك، يعني يمكن قابلت حد قريب من المجر، من الناس اللي شغاله على البالس فيلد ابليشن، هم شغالين عليها من 2005، ودي كانت مفاجاه بصراحه. يعني دي از فيري اولد تكنولوجي، مش حاجه نيو تكنولوجي ولا حاجه، بس هم ماشيين فيري سلولي فيها. ويمكن كانوا يعني هم حسب كلامهم ان هم بعد ما ادوبت التكنولوجي دي سابوها فتره، لان كانت ساعتها الار اف كانت اللي هي المور ستاندرد، وبعد كده رجعوا لها تاني. هم هيطلعوا بيبر هتتنشر في الاتش اي المفروض خلال شهر ولا حاجه، بس هم طالعين كلام مغاير شويه للكلام اللي طلعته بوسطن، اللي هو فيها كولاترال دامج. يعني هم في بعض الحالات اللي هم اشتغلوها، ويمكن دي فيرست في الهيومن، لقوا فيه فرينك نيرف دامج زي كوير بيشنتس. فدي لسه يعني مش هنستعجل الاحداث، هنشوف هم هيطلعوا لنا ايه بالظبط بالبلس فيلد ابليشن. الحاجه الثانيه بس الريكاردر كونكشن قلت هخليها في الاخر، يعني دي مش اول مره اتكلموا عليها في الريكاردر كونكشن، يعني اتكلمنا عليها في حاجات قديمه وحاجات حديثه. دي بس يعني دي حاجات سامبل، ودي برضو من اور لاب. اللي ريكاردر كونكشن يعني انا عملت ايزوليشن محترم جدا للبرموني فين زي ما واضح في الصوره، بس انا عندي كوندكشن جاي، بس مش جاي عن طريق اللاين، هو جاي بكاردلي خلاص، وده في الكراينة غالبا يعني، او جوه دي في البرموني فين دي. ده عملناها فولتج ماب، يعني احنا برضو بعد ما عملنا الابليشن وعملنا فولتج ماب بعد ما خلصنا الابليشن، فلقينا الفينز كلها معزوله، بس لقينا فعلا هنا هيلثي تيشو انسايد سكار تيشو، يعني ده كله سكار تيشو فيري هيلث تيشو، وعندي حته ديسكارد. فازاي البوتنشال او البيس ان ده كان اسمها البيسنج عدى من غير ما يعدي على الحته دي. طبعا ممكن تبقى في فالسس في الماب، اتاكدنا ان في بوينتس انف بوينتس هنا في الماب، لما ما فيش انف بوينت يعمل الحركه دي، بس كان في انف بوينت الابليشن كل اللاين مقفول ما عدا الحته دي فعلا. فلقيناها جايه بكاردل، البكاردل دي لها طريقتين، في بعض الترايلز بتقول دي حاجه مالكش دعوه يعني ما تعملهاش حاجه خالص بقى، وفي ترايلز ثانيه يقول لك لا يفضل ان انت تقفل اللي اسمها اي اي بي، الاي بي اندوكارديال بريك ثرو، يعني دي بتعتبر اي بي اندوكارديال بريك ثرو، يعني ده فتحه ما بين الابيكارديال والاندوكارديال، فيفضل تخش في الحته دي تعملها بجاست 1 بوينت ابلكيشن في ابليشن وتكويها. الناس اللي يعني اللي خدوها عليها ان هو انت كده ممكن تكوي ده كراينه فما فيهاش مشكله، لكن في الحاله دي لا بصراحه. بس دي كانت معموله بالاكتيفيشن ماب، يعني دي كانت فولتج ماب، دي اكتيفيشن ماب بيسنج من كورن ساينس، واضح جدا في الالس هو الابيض، في الانسايت الالس هو الابيض، البيسنج هنا كل اللاين كل البي في ايزوليتد، لكن انا عندي في ال كوندكشن جاي في الديب برمون فين هنا، يعني يمكن ما حدش هيعترض ممكن نكوي كراينا عادي، ما في الكلوز بروتوكول ولا كيكوي كراينا وسيف، لكن دي هتضطر تكوي جوه الفين نفسه، يعني هتضطر تكوي فيري ديب في الفين، ما بنلجالهاش قوي بصراحه الا لو عين عنده هاي بردن او يعني عملنا له بيسن فحصل له في يعني دخل في اف تاني او حاجه، فنضطر نكوي جوه الفين نفسه يعني. لكن في يعني لسه فيها يعني كونفليكت لسه بصراحه، ولسه ديبيتبل هل تكوي الاي اي بي الاندوكارد اللي هي الاي بي اندوكارد بريك ثرو ولا تسيبها يعني بصراحه. بس دي يعني دي من ضمن الطرق اللي ممكن تعرف بيها اللي انت ممكن تبقى عامل ايزوليشن لاين ولسه في كوندكشن عندك على الاوبتما او على اللاسو يعني. بس الباقي كله ناخد بالنا من الاتوميك مودفيكيشن، طبعا السبستريت، الانتي كواجليشن، العيان طبعا كل العيانين شهرين لثلاث شهور على الانتي كواجليشن بعد الابليشن بغض النظر عن الشيت سكور بتاعه. الكنترولوك طبعا اللي هي البي بي اي بعد الابليشن برضو على الاقل شهر لشهرين. بس يعني انا كده خلصت المحاضره، لو حد بقى عنده سؤال. شكرا جزيلا يا احمد، والله محاضره عظيمه جدا. ربنا يكتر حياتي، انا بشوف حضرتك حياتي من امريكا مكروب. دكتور احمد، انا احمد عبد المنعم سنه ثالثه، ممكن اسال سؤال؟ طبعا اتفضل. يعني انا بس مش فاهم الانترنس بلوك، ممكن حضرتك تعيدها تاني وبعد اذنك وتعيد لنا الحته اللي هي حضرتك قلت فيها ازاي نتاكد ان السيجنال دي جايه من ستراكشر ادجيسنت مش من البرمجه جينز نفسه زي حضرتك قلت يعني البيسنج من حاجه كده بس انا ما كتبتهاش. بص يعني هو الانترنس ده يعني يعني دلوقتي خدت سيركل حوالين انا عايز اجيب لك حاجه فيها سيركل واضحه
طب خلينا في السلايد ده دلوقتي. السلايد ده مثلا دلوقتي انت خدت سيركل حوالين البرموني فين، كويس، وحاطط اللاسو جوه البرموني فين، تمام. اللاسو دي يعني ده اللاين، وبتعمل بيسنج من كورونا ساينس. المفروض البيسنج ده لو انت قافل البرموني فين يعدي كابتشر جوه الفين ولا لا؟ لا ممكن ما يعديش. ده الانترنس، انت بتخش جوه الانترنس. الاكزيت العكس، تعمل بيسنج من لاسو وتشوف البيسنج ده هيعدي اللاين ويعمل كابتشر من كورونا ساينس ولا لا، كويس؟ كويس. أول حتى الايتال تيشو عند الابليشن هنا زي الازمس بالظبط، مش الازمس بتعمل كده فيه؟ ازمس رايت سايد ازمس يعني. طيب اللي حصل مثلا في الحاله دي كده، انت بتعمل بيسنج قبل الابليشن، وده طبعا يفضل عشان تشوف تاسيس السيجنال قبل الابليشن، وبعد كده بقى عملت الايزوليشن لاين وتعمل بيسنج، مفيش خالص بوتنشال، كويس؟ يبقى انت كده مش كابشرنج اي حاجه جوه الفين. طيب فهمت دي خلاص. ايوه ناخد بقى الفار فيلد بقى. انا مثلا عايز اديك الصوره اللي هي دي. بص يا سيدي، هنا في بعض الاستراكشر البوتنشال بتاعها عالي قوي. انت الابندج لو انت بصيت على الابندج استراكشر البوتنشال بتاعها بقى عالي قوي، بيبقى هاي بوتنشال ان هي ماسكولار، فبالتالي البوتنشال العالي ده ممكن يكون مسمع، بيسموه كروس توك زي البيس ميكر بالظبط، ممكن يكون مسمع عندك على اثاره اللاسو. عشان كده تمام، عشان كده دايما بنقول لازم تبص على البوتنشال بتاع اللاسو او بتاع البرموني فين قبل الابليشن عشان بعرف هو شبهه ولا لا. فاول حاجه هتلاقي البوتنشال مش شبهه قوي، يعني هتلاقي مثلا البيسنج ده بعد يعني قبل الابليشن هتلاقي البوتنشال ده اكتر من كده شويه. بعد الابليشن هنا المنظر ده خلاص. طب انت دلوقتي بتتاكد من اللاين، يعني يمكن في الحاله دي انا ما قلتش بس احنا عملنا اكزيت لان اكزيت مقفول. طب بصيت على اللاين بتاعك كله بالابليشن، يعني عملنا بيسنج من الابليشن وتمشي على اللاين كله مقفول، بس اللاسو مسجله بوتنشال او السيركلر ماب اللي جوه البالموني فين مسجله بوتنشال. فبقى عندك هنا نقطتين، يا اما كروس توك يعني في ستراكشر تاني جنبك هو المسمع عندك البوتنشال ده، او ان يكون في بيكاردك كوندكشن زي اللي عرضناها في الاخر، يعني في الكوندكشن موجود فعلا حقيقي بس مش ان اللاين من بره اللاين خالص، عن طريق بيكارد يعني، كويس. طب في الفينز الليفت مين اللي الستراكشر اللي جنبك كبير؟ الليفت ايتال ابندج. وفي الرايت مين اللي جنبك كبير؟ الـ SVC اللي هي ساينس نود. أحمد ممكن أنا أقولها له بطريقة بس سهلة جدا وأكمل حضرتك. بص على التريسنج، الأبر تريسنج بي الأسهم كلها بعيدة عن البيسنج سايت، فهي تبدو كأنها لسه في بالمونري فين بوتنشال اللي هي مشاورة على الأسهم الزرقاء ده في التريسنج اللي فوق، فده ممكن يكون لسه ستيل بالمونري فين بوتنشال اللي هي الأسهم الزرقاء اللي فوق. لما هو جه بيسنج من السوبيرو فينا كيفا جاب البوتنشال ده لازق في السبايك بتاع البيسنج من السوبيرو فينا كيفا، وشكله شكل اللي فوق، فقال يبقى هو ده الفار فيلد بتاع السوبيرو فينا كيفا. ما اعرفش وضحت ولا لا. واضحه يا فندم، يعني لو عملت بيسنج وشديت للبوتنشال ناحيتي يبقى هو ده من الادجستنت ستراكشر، لو فضل بقى بعيد عني يبقى انا بعيد عنه، يبقى هي مش يبقى تمام. انا ارجع اساس اللاين بتاعي. تمام، توافقني الرأي احمد ولا ايه؟ طبعا يا دكتور حاتم بالظبط كده، هو فعلا ده اللي حصل يا دكتور حاتم، ان البيسنج ده عشان انا عامله يعني خد مسافه طويله عشان يعمل كابشرنج، وبالتالي انا مش جوه. لكن هنا لما جيت على الاستراكشر نفسه انا شاكك فيه، سواء كانت الابندج في الليفت فين او كان في الاس بي سي في رايت فين، فانا السبايك كابشرنج على طول البوتنشال، وبالتالي البوتنشال ده اساسا مش تبع اللاسو، يعني البوتنشال ده مش في الحجره دي، هو البوتنشال ده في المكان اللي عملت منه البيسنج. فبالظبط زي ما حضرتك قلت يا دكتور عادل. في أي أسئلة تانية يا جماعة؟ شكرا يا دكتور أحمد. طيب يعني أتمنى تكونوا استفدتوا بأي حاجة إن شاء الله. شكرا جزيلا، حضرتك جميلة جدا، محاضرة عظيمة جدا وجميلة جدا. ألف شكر حضرتك تحيات، ما بشكر حضرتك. ماشي، شكرا شكرا لي، السلام عليكم، مع السلامة، مع السلامة. أعتقد ما فيش حد تاني هيقول ولا إيه؟
الطلبة بقى اللي هيعرضوا يا دكتور أحمد، هي همة اعتذرت قالت مش هتعرض على الجروب، في حد تاني هيعرض يا دكتور أحمد؟ لا 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 لا، ما فيش حد معايا في ال، مش لاقي حد الشات؟ تندي يعني. خلاص يبقى احنا كده خلصنا. تمام تمام ماشي ماشي، شكرا يا دكتور حاتم، شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك.